هنبدأ بسم الله. هيكون معايا في المقادير الجافة الأول. هنا 4 كوبايات دقيق منخولين، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، ومعلقة كبيرة خميرة فورية. بعد كده معايا علبة زبادي، دي حوالي 100 جرام، وكوباية حليب سايل دافي أو مية وتكون دافية برضو، بس الحليب يعني هيدي طعم للخبز بتاعنا احلى. ونص كوباية زيت وبيضة واحدة، وهاخد معلقة كبيرة عسل نحل علشان تنشيط الخميرة، او معلقة سكر. بسم الله. كده في وعاء الخلط هننزل اول حاجة بكوباية الزبادي السادة 100 جرام زي ما قلنا، كوباية الحليب، نص كوباية الزيت، زيت نباتي نضيف، وبعد كده معلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة عسل نحل، اهي معلقة العسل او السكر زي ما اتفقنا، ونقلب كل المكونات دي كويس بالمضرب كده لغاية ما الخميرة تدوب والعسل وكده واختلطوا ببعض. خلاص كده دلوقتي بقى ننزل بالبيضة ونقلب. بعد كده بقى ننزل بالدقيق تدريجي، هننزل بيه كله شوية كده، ومعلقة البيكنج باودر مع الحبة دول، ورشة ملح برضو كده. ونبدأ بقى بسم الله نعجن مع إضافة الدقيق كده تدريجي لغاية ما العجينة تلم معانا. هنشوف هتاخد الكمية كلها ولا هيتبقى منها، هنشوف كل ده مع بعض. طبعا سايلة جدا اهي زي ما احنا شايفين. هنضيف تاني هضيف بقى اخر حبة والم في العجينة بتاعتي. وبعد كده طلعت بقى العجينة بتاعتي، عجينها شوية على سطح العمل، هي جميلة وطرية اهي ومش محتاجة دقيق تاني، اخدت 4 كوبايات دقيق كلهم. وطبعا بتنزلي بالتدريج على حسب بقى نوع الدقيق بتاع كل حد فينا، ممكن يتبقى منهم شوية، ممكن تحتاجي عليهم معلقة او معلقتين لو العجينة طرية قوي معاكي وسايحة مش راضية تتلم، يعني على حسب بقى العجينة ما بتشوفيها في ايدك. عجينها بس شوية كده، وبعد كده اسيبها تخمر. خلاص كده العجينة اتلمت بقت جميلة جدا وطرية كده زي ما احنا شايفين. طرية ازاي؟ لازم العجينة تبقى طرية كده علشان بعد الخبز تطلع جميلة معانا وهشة، والزبادي طبعا اللي مستخدمينه في العجينة هيطرها لنا قوي. نرجعها بقى في الطبق كده بتاع العجن، فيه شوية من الزيت صغيرين، نمسح سطحها كويس بالزيت ونغطيها كويس بالبلاستيك كده الغذائي وبفوطة كمان، ونخليها بقى تخمر. ودلوقتي العجينة بتاعتنا اختمرت اهي ما شاء الله وتضاعف حجمها. دلوقتي بقى هنطلعها علشان نشكلها. بسم الله نفضي منها الهوا كده. هقسمها دلوقتي يعني على 5 قطع بسم الله عشان يطلعوا 5 خبزات. طبعا الحجم ده زي ما تحبوا، عايزين تعملوه كبير صغير زي ما تحبوا. بناخد كل قطعة كده ونعملها دايرة مظبوطة كده عشان سطحها يبقى أملس، وهي العجينة معانا طرية وجميلة ازاي. خلاص كده ال5 كرات بتاعنا هم متساويين، هيدونا 5 أرغفة. دلوقتي بقى في صاج الفرن مدهون بمسحة بسيطة من الزيت، أو تفرشوا فيه ورقة زبدة. بناخد كده كل كرة بسم الله ونشكلها في الصاج على طول، بنفردها كده شوية زي القرصة مثلا، بنفرد كده
لغاية ما تاخد الشكل الدائري كده منتظم يعني على قد ما نقدر بالشكل ده. وبعد كده بنديها بقى الشكل التقليدي للخبز التركي المعروف، هما بيشكلوا الخبز التركي بتاعهم كده بالصوابع كده، دي هي بقى بتدي الشكل. ناخد من الحرف كده بحيث ان يكون شكل دائري، وبعد كده بقى بنقسم الجزء اللي في النص ده كده مثلا كده اهو بالشكل ده كده. اهو واضح بس منتهى السهولة كده. ناخد كمان واحدة هنا، بسم الله بنفرد شكل دائري، نخليها سوا واحد كده، مش حتة تخينة وحتة او حتة يعني عالية وحتة واطية، منخلوش رقيق قوي بالسم كده كده. وهو طبعا هيخمر لسه وهيعلى اكتر. بعد كده بندور بقى نديله كده الشكل الدائري بصوابعنا، نلف كده عليه دايري ما يدور، ومن الوسط بالشكل ده بس كده. بعد ما بنشكل بقى الخبز بتاعنا بنسيبه يخمر، بنغطيه طبعا نسيبه يخمر. هنا الساق ده واخد 2 وفي ساق تاني حاطه فيه 3، الخمسة اللي قطعناهم مع بعض، ونسيب طبعا فراغ كده ومساحة ما نزنقهمش في بعض عشان لسه هيخمر، وفي الخبز تاني حجمه بيتضاعف، فلازم نسيب مساحات فاضية كده. نسيبهم بقى 15 دقيقة كده بعد التشكيل، وبعد كده نرجع لهم تاني. وبعد ما الخبز بتاعنا اختمر بالشكل ده اهو تضاعف حجمه، هيكون معايا بقى لدهان السطح بتاعه ده صفار بيضة وعليه معلقة صغيرة حليب، وضربتهم مع بعض كويس. ومعايا كمان بقى الزيتون والجبنة، دول شرايح زيتون اسود او اخضر اي حاجة موجودة عندك. وهنا دي جبنة مكعبات صغيرة كده، متقطعة مكعبات صغيرة سواء كانت مثلثات او مربعات، تقطعيها مكعبات صغيرة كده، او جبنة فيتا او جبنة بيضة، يعني زي ما تحبي نوع الجبنة اللي انت عايزاها تكون متقطعة مكعبات صغيرة كده. واحتاج برضو سمسم وحبة البركة. اول حاجة هدهن بس سطح الخبز بتاعنا بالبيض او بصفار البيض يعني بمعنى اصح، بسم الله بالراحة كده، طبقة خفيفة كده مش كتير يعني، بتدي لون جميل طبعا للخبز بعد الخبز بالشكل ده كده. انا فاتحة بقى الفرن على درجة حرارة 190 وسايباها سخن كويس عشان ادخله على فرن سخن على طول. وخلاص هو كده اختمر بعد التشكيل، مش هيختمر تاني ولا حاجة، هنحط له الحاجة بس بتاعته وندخله على الفرن على طول. الفرن السخن درجة حرارة 190 على الشبكة اللي في الويست، ومش فاتحة الشواية دلوقتي ولا حاجة. لما يخرج من الفرن هقول لكم بقى ان كان احتاج الشواية ولا لا. وبنوزع كده يعني بقى مش بطريقة يعني معينة، شرايح الزيتون اسود او اخضر المتوفر عندك، بنضغط بس بسيط كده عشان يثبت على الخبز بتاعنا، وبرده قطع قطع الجبنة بالشكل ده كده. وبعمل كده طبعا في كل بقى الارغفة بتاعتي اللي انا كنت سايباها تخمر. وبعد الجبنة والزيتون بقى في الاخر بنرش بقى السمسم وحبة البركة، ممكن ترش اي حاجة تاني بقى زي ما تحبوا يعني زعتر اي حاجة بقى. بالشكل ده وكده اهو جاهزين بقى لدخول الفرن على طول.
وده شكل الخبز بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. اخد في الفرن حوالي من ربع لتلت ساعة بس على الشبكة اللي في الوسط، وكنت فاتحة الشعلة اللي تحت بس ما فتحتش الشواية ولا حاجة، يعني محتاجش ان انا افتح الشواية ولا اي حاجة، واخد اللون الذهبي الجميل ده. بصوا من تحت جميل ازاي ما شاء الله، ومن فوق كمان احمر من فوق ومن تحت من غير ما افتح الشواية ولا اي حاجة، ومن ربع لتلت ساعة. وبصوا بقى قوامه وطراوته كده وريحته تجنن. عايزة افتح لكم بقى واحد، بصوا هش وجميل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بصوا هش وخفيف جدا زي القطن بالظبط، وهو لوحده كده يعتبر يعني وجبة، عليه الزيتون عليه الجبنة، مش محتاج اي حاجة تاني معاه. لعشاء كده مع كوباية حليب للولاد، للفطار مع نسكافيه او شاي بلبن، يعني جميل في كل الاوقات او بين الوجبات كده، وجميل جدا. وزي ما شفنا اتعمل بمنتهى السهولة، وشكله ظريف جدا وطعمه كمان جميل قوي. وممكن تحتفظوا بيه برضو في الفريزر وتطلعوه يفك او تسخنوه، بعد كده تفطروا بيه او تستعملوه على طول او تاكلوه يعني على طول. عايزة ادوق بقى حتة، بسم الله جميل جدا. العجينة هشة وطرية وغنية جميلة جدا، طبعا معجونة بالحليب وبالبيض، هي بيضة واحدة يعني ومعجونة بالحليب، فبرضه مغذية جدا للولاد وجميل. وزي ما بقولكم مش بيحتاج اي حاجة. ان شاء الله تجربوه بقى وتقولولي ايه رأيكم، ونتقابل على خير في فيديو جديد. مع السلامة.